نسمع الآن حديث الباب. نعم. قال حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميمون عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حسبك. من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. معاذ بن فضالة الزهراني أو الطفاوي أبو زيد البصري وهو من كبار شيوخ البخاري، مات بعد سنة 1200. أبو عمر حفص بن ميسرة العقيلي الصنعاني نزيل عسقلان، مات 81 و100. زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبو أسامة المدني ثقة عالم، مات 36 و100. عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، مات 94. أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان ابن عبيدة الأنصاري، له ولأبيه صحبة واستصغر بأحد ثم شهد ما بعدها وروى الكثير، مات بالمدينة سنة 64. مات بالمدينة سنة ايش؟ 64. عندي 63. طيب، لطائف الإسناد، من يذكر لنا لطيفة من لطائف الإسناد؟ واحد، شيخ البخاري من أفراده على مسلم. اثنين، نعم، فيه رواية التابع عن التابعي، فزيد بن أسلم روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.